الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الدرس 30 من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب هو وضربت هي وضربا وضربوا وضربنا. 10 كي صدنات كتابك المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية، وألف الشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. وحن نغب اللامنا يا 10 كي صدنات باو الفاعل بانكوسو جغارهان مرفوعات الاسماء اسماء اللي قداي واتضبو شيخ ويركوكواد وفاعل فاعل هو الاسم المرفوع المذكور وقبله فعله واسم مرفوعة وهرتي سلا شيء فعل كيس فاعل كالابو اقيم سماء ظاهر يا مضمر ظاهر كي واكسو بحنا والمضمر بانجوغنا والمضمر مضمر كي 12 لبية طبنوي مضمر هرتا وحاكلو اللي الضمير نوالي الضمير مضمر واسلامي وحالو جمعي الضمائر ضمائر مضمر اما ضمير جمعنا وضمائر سدح قاعدة على رمائنات كبرت تفير مركب مضمر مضمر سدح قاعدة وانات كبرت كو مضمر لمبركي سوا ميقا اما تريدي سوا اللبية طبعا مدعف واللبية طبعا بضحس مضمرو تيرادا دو امي قالو وا 12 بدل 12 12 ارينتا 12 كان مي قيب قيب سبا 3 قيبته كو 2 وا متكلم بعد 2 للمتكلم 2 وا متكلم 5 وا مخاطب بعد و 5 للمخاطب ضل له مخاطب ضل له كرد 5 وا غائب ضل ما قبل اهله و 5 للغائب وحان الضمير مضمر هو لجميع سنة وضمائره سدح مسألة إن أتكبرت تابا سدح قواعد قاعدة كباد وميق علوي لنبر أهان أما ترى أهان مضمر ولبية طبان بعد حيث لبية طبان لبية طبان كميق يقيب سمان بلو سدح لبا متكلم متكلم داد إياكو إسكه الله يو داد إياكو إسكه الله إياكو إسكه ورمحي شن ومخاطب دل لها الله يوي دل لها الله يجوغه دل جوغه ولا لها الله شان وغائب دل مقن دل مقن او لغا الله قاعدة دا سدح هذا حاول والضمائر كلها مبنية دي الضمير وإل إي أركتي ومبن مالك صول وأركه أما حالة رفعها جوغه أما حالة النصب أما حالة جر قاعدة هرتقب ومهم والضمائر كلها مبنية بلا استثناء دي وحل جسور يمل إلّي عرقتوا ضمير أردن ومبني ما شاطكو عرقت الضمير مبنيون أما حالة رفعها جو أما حالة نسبها جو أما حالة جرها جو لا فرق في ذلك ما كلا قاديس إلّي عرقت بعده إلّي عرقتي مالك صوتكو عرق وحان الضما ضمير مضمر ولا صومالي محيي قنا فير هذا إن ظاهر وحان لا يحتاج إلى قرين مضمرو هرت الصومالي ذو مقع ويال بينه مقع ويال زيد ماشي أهد بعضي هو زيد قائم بعد سفيره زيد زيد قائم وتعين صومالي وحادي وربنا فاعل كان هاي نانكم إذا قام زيد بعد هيس ماشي زيد بعد هو ديسا قام ويستاهي هو كي مقنع زيدها هو ذا زيد مقع اسمية ما لكن ما يعيبه أطالة ما يشوف ما يعيا له يا تعالى مركزا ما يعيا له به قام الزيداني سماه لبدي زيد بأيستا قام هما هما ما يشن قد هما ذا لبدي زيد بأطالة لكن لبدي زيد ما قعد ما يعلى مش ما لكن وحبا يعلى ضمير له ما يعيا له به ده مركز سماه ما يعيا ضمير كمركز وحان الضمير ولا أو مضمر ولا بيا طبعا لمبارح حان لبيا طبعا كاس صدح بيقيب سمين اثنان للمتكلم لبوا متكلم ذا يكو اسكال
وخمسة للمخاطب شن ومخاطب وخمسة للغائب شن وغائب ضد مقن حكم كضمير كهدر الويد حكم كضمير مالك استو وجو قاعد ال اي عرقتي ومبني بعده ال اي عرقتي مالك استو لو عرق واخ لا سو ري مال والضمائر كلها مبنيه قاعده سابقه مالك سيكو ما فير اسمي ما حاصل وها اعراب سو ما هين صدح اسمي لكن ومبني ها سياد اوها هاوشو كو كوبنا صدح اسمي واسماء كم دي ومبني ضميركو ضمائر نوع لو جمع اما مضمر هدي واتفان ضمير اما مضمر جمعنا ضمائر يهي كاوا إل إي عرق تبعدي مالك صولو واركو ومبن واح لغا سور ريبين امال وحاكلو مبنى اسم الإشارة اسمي اللي هذه يهذائي هدارك قارو حيدا اللبا لغا سور ريبين اذو لغا ذو كلمة وحير لكن اسم الإشارة حكم اهان مركي لغو دي مبنى بعد الله مبني اسمي صدحا اسم موصولو الذي يا الله تي الله كواس اسم موصول سنة ومبني سونا قاربا دا إلى لبا كلمة لغا سوري لكن حكم أهان مبني بعد حيث صدح لا أسمع ماشات كو عرقته اسم إشارة هو أجراني ده وحيان با لغا سوري اسم موصول ضمير سوى وح لغا سوري ماله وح لغا سوري ماله ضمير إيضا وحباها كسوري بين وحباها كسوري والضمائر كلها مبنية قاعدة صدق قبنيس والمضمر ضميرك إثنى عشر لبية طبن وينحو قولك هذا الكاغي وحي لمد لبية طبن كان صدح واكي وقيب سمين لغمضة فيها لبضة هورا متكلم بعدي نحو ضربت أنا قراع عده هذا إنه يسكور ضربت أنا قراعي أنا وح قراعي وضربنا أنك قراعي لبضة متكلم بالي لبضة اسم متكلم ضربت أنا قراعي وضربنا أنك قراعي شنت كوحيك مخاطب بالي وضربتني هذا قراعي هل نبال الله وضربت هذا حصري قبلي هذا قراعي وضربت ما اللي بدين أنا قراعي لبدا مطلقا بالله مطلقا فيره مطلقا محالة لبدا يدوني هالنقضين لبنين لبناك نين إياناك وحيدون لبن روح ماله مركا مطلقا واساس أما ذكورين ها هذين لبن لبا أما لبدا ديك هالنقضين أما هل نيني هل هل نيه هل ناك هالنقضين لبا الروح بالله لبا الروح وضربتما لبذيننا قراعي وضربتم رقي نمبضا جمع وي جمع رقيت وضربت النهوين كي نمبضا جمع حوين شانتا ودن بيسا غائب بعده داد مقر ولغا ورق وضرب هو ننكي مغنى با قراعي كي مغنى وضرب وحا قراعي هو ننكي مغنى وضرب وحا قراعي هي قبل دي مغنى وضرب لبا دي مغنى با قراعي وضربوا رقي بناي مغنابا قراعي وضربنا هوين كي بناي مغنابا قراعي والمضمر ضمير كي 12 لبي يطبن وينحو قولك هذا الكاغي وحل مذوي ضربت انا قراعي وضربنا انك قراعي لبدا ومتكلم وضربتني هذا قراعي وضربت قبلي هذا قراعي وضربت ما لبدين لبر روح ما الله ربا لبداس ايا قراعي وضربت مرقي نمبدن با قراعي وضربت نهوين كي نمبدن با قراعي شانتا مخاطب له ودجو ولا لا حد وضرب هو ننكي مغنابا قراعي وضربت هي قبدي مغنيت با قراعي وضرب الله ودي مغنيت با قراعي وضرب رقي بناي مغنابا قراعي وضرب هوينكي بناي مغنابا قراعي شنت انا غائب له اعراب كيف في رحب او فير سو والمضمر ضمير كي 12 لبي طبن وي نحو قولك هذا الكاغي وحل من ضربت انا قراعي ضربت ورتين دين عرفه فير وفل دعي او فعل اي كي سمي فالك دعي وقرع كسمين وفاعلك ضربت انا قرع مركا الله هذو كي واحد قرعاته فاعلك بعد ما حنا سميسي قرع ضربي قرع وحوي فالك فعلك مركا اسكافي ضربت فعل وفاعل بعده ضربت فعل وفاعل فعلك وفالك دعو قرع فاعل وسميه وتعذ ضربت فعل وفاعل تعذ ومرادك انه هذا ما انت محل شاهدك بيت القصيده ضربت فعل وفاعل حد الفعل الضرب بعد حد الفعل فعلك وحكو جوغا الضرب فعلك مركو وحب الله حيلي سنة سوى الضرب ما هي الضرب هل كي كو جوغي بعد سمع الضرب حد الفعل الضرب ساسلو لي خيب كان تعبا كانت فعلك الضرب بسوى الضرب ضربت فعل وفاعل حد الفعل الضرب مبني على السكون لاتساله بضمير رفع المتحرك
والتاء فاعل تعرفنا واك مهمد يعني والتاء ذا وإمات والتاء فاعل ضرب والتاء فاعل والتاء فاعل ضرب مبني على الضم في محل رفع بعده ضربت فعل وفاعل حد الفعل الضرب مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك والتاء فاعل ضرب والتاء فاعل ضرب مبني على الضم في محل رفع وضربنا الواو حرف عطف ضربنا فعل وفاعل حد الفعل الضرب مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك ونا فاعل ضرب بعدين نا والنون مده نا نون كي ألف كوسكو قبسم ونا فاعل ضرب مبني على السكون في محل رفع وضربنا الواو حرف عطف ضربنا فعل وفاعل حد الفعل الضرب مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك وانا فاعل ضرب مبني على السكون في محل رفع حاك الله رفير مبني هل ارن كفان هل ارن مهم دارت وح مبني هرت حروف ودن وين مبني حق ديك الحروف كلها مبنيه الي عرفتوا ماشي هتكو عرفت حرف مبني فعل ماضي مبني فعل امر مبني واي ضمير مبني الي عرفتوا وحن مبني غافير حركه صارن با لو بنايا كوردينج مسارين مبني على الفتح والله ضرب فعل ماضي ما حكو مبني على الفتح marka wuxuu yahay title-ka uu yahay iyo shay wuxuu yahay ka dhameystay mabniyan xarakadiisa aad ku binaysay uu godan yahay mabniyan cala dhammi uu hoos dhigay mabniyan cala kasr haye uu reeban yahay mabniyan cala sukun kadiba fi mahalli la raadsanaysa laakiin meesha waa fadhiisana laakiin mabniyan hadaa maqasho xarakada saaran baad ku binaynaysaa horta taayna ka lumi daraba maxaa saaran فعل عصمة فعل ماضي مركز ضم حاده مبني على الفتح حيث ومبني مركز حيث إعراب إن مبني المحل دي على الضم أمسي وشلع ومبني محل مبني على من ونكر من واسم مبني على السكون وكساسات كويس ومبني أبه دار تورت حركة سارة كبينه كدي بعد محل كيسر هاتسنا في محل رفع إنه في محل نصب إنه إنه بيها لا محل له من الإعراب إنه يهي محل كوات هذيني قارب لا محل بقى لكن مبني ينتهينا نكافك إنه ورد حركة السعر هي كبنة كردي إنه ضرب ناب عن هذا هنا نام حنا هنا نام حسار مبني على السكون وك تالا صعو ضربنا فعل وفاعل حد الفعل الضرب مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك وانا فاعل ضربنا وانا فاعل ضربنا مبني على السكون مبني على السكون في محل رفع كونا ضمانته في محل رفع ما تكون جب جبين وفاعل مكت فاعل حكم كي سمحوها المرفوع في محل رفع ما ذي كان عندي وضربت الواو حرف عطف ضربت فعل وفاعل حد الفعل الضرب مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك وتاء فاعل الضرب مبني محل هنا كان وضرب طبعا هنا مبني على الفتح وك حركه ذا صار حكمت صار ضربت فعل وفاعل حد الفعل الضرب مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك وتاء فاعل ضرب مبني على الفتح في محل رفع في محل رفع نكوه جب جب وضربت قبدي وي وضربت الواو حرف عطف ضربت فعل وفاعل حد الفعل الضرب مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك وتاء فاعل الضرب وقبل ما حنا هنا مبني على الكسر وضربت حركه انه كنت صار وضربت الواو حرف عطف ضربت ضربت فعل وفاعل حد الفعل الضرب مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك وتاء فاعل الضرب مبني على الكسر في محل رفع وضربت ما الواو حرف عطف ضربت ما فعل وفاعل حد الفعل الضرب مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك وتاء كان محلنا هنا محاسر وضربتما وضربت تعلق خصيص محاسر انت قلت سمع مبني على الضم وك حركه اولي قاس كفير ودو شيء مبني وضربتما الواو حرف عطف ضربتما فعل وفاعل حد الفعل الضرب مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك وتاء فاعل الضرب مبني على الضم في محل رفع انت مركز ضمير ستوحدي والميم حرف عماد ميمك
ضربتما بعد هذه الوقت. والميم حرف عماد والألف حرف دال على التثنية. والميم حرف عماد وحرف أطير والألف حرف دال على التثنية. وضربتم فاعلكم تأذن بها تأذن. وضربتم كان فاعلك وتأذن بس تأذن. وضربتم الواو حرف عطف ضربتم فعل وفاعل حد الفعل ضرب مبني على السكون الاتصال بضمير رفع المتعارف. وتاء فاعل ضرب مبني على الضم في محل رفع. والميم علامة جمع الذكور بله رق بيت السنس إن واحد رجع. والميم علامة جمع الذكور. وضربتن تأذن بفاعل نونك ونون نسوة هوين. وضربتن الواو حرف عطف ضربتن فعل وفاعل حد الفعل ضرب مبني على السكون الاتصال بضمير رفع المتعلق. وتاء فاعل ضرب مبني على الضم في محل رفع. والنون علامة النسوة نون النسوي نون الإناث. والنون علامة النسوة علامة الضمر نمو شيء وحن لقاه الله إنه الضمري شانتا مخادبة. وضرب هو كان فاعلك ومقيه غائب. وضرب الواو حرف عطف ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محله من الإعراب. وفاعله ضمير مستتر جواز تقدير هو فاعله مقيا وهو. وضربه قراء هو كيما غنابا قراعي سيما بحيث. وضربه قراعي هو كيما غنابا مركب عادي. ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من الإعراب. وفاعله ضمير مستتر جواز تقدير هو وكيما غنابا. وضرب هي كان ومغتها قبل تأذن هكسر من ضربت بلو ضرب تئ ما فيرها ضربات فاعلك إنه ضمري لديه من يوشي ساتع تعلم اسكتاء التانيث قامت هندن وكلو. وضرب الواو حرف عطف ضرب فعل ماضي ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محله من الإعراب. وتاء علامة التانيث ماضي وتاء علامة التانيث. وفاعله ضمير مستتر جواز تقدير هي هي وقبلي مغرض. وضرب كان هذا ألف كفاعل مثنوي ولبض لبض يدون مطلقا تيو أما لما نها النقطة أما لما دمرها النقطة أما نيني أنا لما روح ما رمنا النقطة. وضرب الواو حرف عطف ضرب فعل ماضي لهد كان واكون بيريه ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محله من الإعراب. وألف التثنية فاعل بادي كتبت غار واحد كاركتي والألف فاعل مارك ألف كان إنه لبيه هنا تقرن يسوء وفهم مركز ولا ألف فاعل لكن سيدة ضربته. وألف التثنية ألف كان لبا الروح وقتين لبا الروح. والف التثنية فاعل. وضرب الواو حرف عطف ضرب فعل ماضي مبني على الفتح لا محله من الإعراب. والف التثنية فاعل والالف فاعل هذا دائرة اسلام مدو الف كان الف التثنية هنا فانسنتها لو وضع امرك. والف التثنية فاعل مبني على السكون في محل رفع. وضربوا اوفير سادك ضربوا فعل ماضي مبني محده على الضم انه محل وجه شيء حركتها صارا ماشي شيء عثيب كو قبسدي وين نحو لي ظهر يكو وحينا ماضي كسته مبني واو قال انه حادي هره وفيره اي وحي كلهم مبنيين على فتحين ان دهنا ربنا سو نحو لي هيشيس كو هو مبني ان لو بنيه على حركه وحصار سو ما يكو هذا كو كلو وحي جرى اعراب ضربوا فعل ماضي مبني على فتحه مقدره مركو ادعم مقدره ماشي محابي قلنا هشيس كي ورمحوها مبني إن لغو بنايها على حركتي لو هالكا سوكو قبط ها نوذي أشهر بادية وحيدية جننك لاك تقو حلالي لاك تواماش بيه مران وادي سيدان وكلاو الميل قد مرقو حالي ننك لاك تقو حرا ماذا حلاء الله فريستابل لاك تمالا يقول لما تاجنا مكت سوى قتب قتب لها القوانيس سوى حوير كرلو مو وهذه وقرض بكير موت عندما تسوي وريج ما عشان ما ضحلا هذا تجلس ماله وهذه وكل ما ذاجر قتب قتب يسوي الحاجات سكون أركيسان مرقوا حال إنك لاك تكوح له ما ضحلا هذا وفرس ربي دوانا واحد يوسي كرارة ولا كم أكو سويس ها ضاد يوسي كقرض ماذا وحلا أريرو يقبل يوسي أقول صار ساعات ولا كم أنا أكو سويس ها marka qawaacida soo dhawaad galay sheekhu marka halkan u fadhiist wuxuu yiri waxa la isku ogaahay mabni in lagu bineeyo ala harakad marka ala fadhha muqaddar iyo waxa maxay gelnaa wadarabu alwaaw harf aadhin darabu fiil maadi mabni ala dhammi baadi marka qaadidi baad ku soo calaysaa
مبني على الضم الاتصال بواو الجماعة، واو الجماعة هنا فاعل مبني على السكون في محل رفع، وضربنا الواو حرف عطف ضربنا فعل، وفاعل حد الفعل الضرب مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، ضربنا فعل وفاعل بعد كان حد الفعل الضرب مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، ونون النسوة فاعل نوك ونون النسوة فاعل مبني محدي مبني على الفتح نكرك باسارا، ونون النسوة فاعل مبني على الفتح في محل رفع ما شاء الله. وضربوا ألف على شعر صح، وضربوا الواو حرف عطف ضربوا فعل، فعل وفاعل حد الفعل ضربوا مبني على الضم، ضربوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع، والألف ورنت ألف كان محوية، والألف فارقة بين المفرد والجمع، مفرد كي جمع كرسو ضربوا إني ضد بدنهم بينو شيء ضربوا ضد بدن إني وهو حاجة لفير أن ألف كنت وقره رجا محمد محمد وحور يرجو رجي يرجو ما ضد بدن مصادق الله ألف كاكا كنت وقره مفرد والألف فارقة بين المفرد والجمع مرك الجمع وياهي يا القرآن ما شاء الله نوانك ربي ما شاء الله وحلوة أماني سبع سبع بريجيوها مرك الشيخ تجويدنا وأغرين جري وحوليه جري ما شاء الله حفظك يا وحولي هرت يا سبع والو لكم وحوليه جري وحافعنا الله إن هدي انتي وذي مادان وحولي وحوقات تجويدك أحكام تلسيه ما شاء الله ما شاء الله وذي تجويد بأن نقول الله الموت نحفظك الله ما هست وحان كلون مغلى شعر الشيخ رحمه الله تعالى مسو قانا وحؤاد وجعل ذاتك في نبي كيما دوحوليه جلال دام القرآن كحفظ السيهين فرست تجويد كان لذن برح ياه مارك الروح دو قرآن كحفظ السيهين انا اضبرته واسهلنت انا تجويد كبرته دام القرآن كي انا حفظك يبغايا ما شاء الله الحمد لله هذا لكن تجويدكم منتشر وافافي والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم بالله التوفيق سبحانك.